مساء الخير، عاملين ايه يا سنقول؟ اخباركم تمام؟ معلش لما بتأخر عليكم بيبقى في ظروف يعني، تمام؟ كان في حد تعبان وكده فعشان كده تأخرت. طيب الجملة الأولى بيقول ندى سيد داش شي ايت، خلي بالك ايت دي ماضي تمام، تو ميني سويتس. طيب جملة عادية خالص، جملة خبرية. يعني ايه خبرية؟ يعني أولها فاعل وفعل شي وايت. طيب مادام جملة عادية خالص يبقى ايه؟ ذات. ماشي، احمد told me that he، انا لسه قايل فوق ماضي يبقى اكيد هنا هدور على الماضي. طيب انهي ماضي فيهم يا مستر؟ والله هو للاسف ما فيش غير ماضي واحد، had been. طيب وهنا the week before دي اصلا كانت ايه؟ كانت last week، ودي موجودة في الجدول اللي لازم يتحفظ على غيابي، مش افضل اقلب كل شوية اشوف الكلمة دي بتدل على ايه والكلمة دي بتدل على ايه. Ali said that he dash play football that evening. طالما سيد ماضي ادور على فعل ماضي. طب ما هنا والله الحمد لله يعني عندي ثلاثة ماضي، اعمل ايه بقى؟ يبقى كلمة this evening هتبقى that evening، هذا المساء. فما هذا المساء لسه ما جاش، النهاردة بالليل لسه ما جاش، فاذا هتبقى كلمة would اللي هي بدل will يعني. طيب آية داش جانا ذات لندن is the biggest city in England. طبعا دي حقيقة علمية علشان كده مقولناش was. طيب هنا في آية وفي نقط وفي وراها اسم شخص وبعد كده في فاعل تاني. لما يكون حاجتين يعني مثلا جانا ومثلا وآية مثلا هنا في الحتة دي، أو جانا وريهام مثلا، فطالما في شخصين يبقى told. طالما في شخصين يبقى told، واحد قبل ذات وواحد بعد ذات يبقى told، تمام كده؟ طيب عشان told عايزة اسم ليها لوحدها، ليها لوحدها، وذات عايزة فاعل جديد بتاع الجملة الجديدة اللي هي كانت بين أقواس، يعني هنا كان فيه قوسين وهنا كان فيه قوسين، تمام؟ بس طيب the expert dash that pesticides اللي هي المبيدات الحشرية could be poisonous، سامة. يبقى والله الخبير شرح أو فسر، explained يعني شرح أو فسر. ماشي، my brother said that he dash. طالما said يبقى أكيد جملة ماضي. طيب بيقول the following week، الأسبوع اللي جاي، يعني هي كانت أصلا في الجملة قبل ما تتحول next week. طيب طالما حاجة أكيد هتحصل الأسبوع اللي جاي يبقى is going، و is going اتقلبت ل was going، صح كده؟ طيب she promised، ماضي يبقى أكيد اللي جوه الأقواس ماضي برضه، يبقى she will meet me tomorrow. طب يا مستر انت ليه هنا بتقول ماضي ومغيرتهاش؟ خلي بالك في حتة كده غريبة شوية، المستقبل ممكن ما يبقاش ماضي لأن هو كده كده لسه ما حصلش، لسه ما حصلش. طب أنا أعرف منين إذا كان يقصد إن أخليه ماضي ولا ما أخليهوش ماضي؟ هعرف من كلمة تومورو مثلا، أو لما ممكن أقول لك ويل ميت وبالتالي هختار تومورو، يعني يجيب لك دي واختار دي، يجيب لك دي وتختار دي، تمام؟ طالما كلمة تومورو ما اتغيرتش يبقى أكيد الأفعال اللي جوه ما اتغيرتش، يعني كلمة ويل ما بقتش ود، فاهم إزاي؟ فخلي بالك المستقبل أحيانا أحيانا بيبقى ما بيتغيرش، ممكن نسيب ويل هي ويل، از جوينج از ترافلينج هي از ترافلينج عادي، طالما إن كده كده إيه ما اتغيرش، مش ما اتغيرش يعني كده كده ما حصلش لسه، دي حاجة في المستقبل. فالكلام اللي أنا بحكيه ما بقاش ماضي، سبب ان الجمل اللي فوق دي كلها كانت ماضي ايه؟ ان الكلام ده سمعته وجيت احكولك فبقى ماضي. يعني ما سمعته ازاي او بحكولك ازاي دلوقتي؟ اكيد انا سمعته في الاول حتى من نص ساعة او من ساعة وجاي احكولك، فالكلام اصبح ماضي. لكن انا بحكي لك عن حاجة لسه هتحصل في المستقبل، هتحصل. فاذا في الحالتين سواء حكيته لك دلوقتي او حكيته لك من نص ساعة، كده كده المستقبل لسه ما جاش، واخد بالك؟ فعشان كده أحيانا بيسيبوا كلمة ويل زي ما هي. Ali said that he dash tired the day before. طب ما أنا فاهم كلمة the day before اللي هي yesterday، فالماضي البسيط أصبح ماضي اللي بعد منه، ما هو كل عاملين زي السلم، الدرجة الأولى مضارع، السلم اللي تحتها اللي تحتها ماضي بسيط، السلم اللي تحتها كمان ماضي تام، يعني إحنا بننزل سلم سلم سلم، كأنها كده إيه سلم تنازلي، واحد اتنين تلاتة، واحد مضارع، اتنين نزلت لماضي،
افرض انا واقف على السلمة التانية، الماضي البسيط زي الجملة دي كانت اصل ماضي بسيط، تنزل على السلمة اللي بعدها اللي هي ماضي تام، تفهم ازاي؟ زي السلم بالظبط، كل مدى شوف انت واقف في انهي سلم وانزل درجة لتحت. طيب اتمنى التشبيه ده يكون بسط لكم الدنيا شوية. هدى told me that she dashed to Paris the next week. طبعا the next week وفي ذا، ما قالش next week على طول، يبقى هي اتحولت بدل next week بقت the next week. يعني ايه يا مستر؟ يعني هتبقى هتتغير. طيب ممكن حد فيكم برضو يعترض على ايه؟ على ان كلمة is traveling المفروض هتبقى was traveling. ماشي، طب ما فيش was traveling في الاختيارات يا جماعة، هنعمل ايه؟ فكلمة will اتقلبت الى would، طالما هنا اتغيرت يبقى هنا تتغير كمان. تمام، انا لو كنت لقيت was traveling او would be traveling كنت اخترتها would be traveling، تمام، كان هتبقى صح برضه. طيب he explained that he dashed to improve quality of food، يبقى he explained that he wanted، عادي ما explained ماضي يبقى فعل ماضي. طيب the uncle explained that many people in India dash English، طيب ده حقيقة علمية، مش علمية يعني حقيقة معتادة مش علمية، العديد من الناس في الهندي بيتكلموا انجليزي speak عادي، زي لما قال لك ان لندن اكبر مدينة في بريطانيا فنفس الحكاية. she said that the ocean deeper than the sea، برضو دي حقيقة علمية بقى مش معتادة، فعلا المحيط اعمق من البحر. طيب تامر said that he was going to see the film about space not week، اكيد طبعا the next week the following week، لان هنا was going to اتغيرت هنا. said at the moment او said a moment ago، خلي بالك كده said ملهاش عازة، طالما كلمة said a moment ago يبقى said ملهاش عازة، يبقى ايه؟ خلاص بقى الجملة عادية خالص في نفس الزمن بتاعها. every night دي حاجة بتحصل كل يوم، يبقى ايه؟ sleeps sleeps. the farmers said that they dash organic fertilizers then، then دي اللي هي اصلا كانت كلمة now، كانت اصلا كلمة now، يبقى we're using بدل ما are using هتبقى we're using. he dash that pesticides اللي المبيدات الحشرية could be poisonous، وفسر من فوق جات ايه expert شرح يعني او فسر. he said that using organic fertilizers dash cheaper in the next 10 years، اكيد طبعا هتبقى would be cheaper. يعني ليه؟ لان said اتقلبت ماضي، اللي جوه يتقلب ماضي، بعد كده بدل ما يقول لك next 10 year قال لك the next 10 years the. my father me if I had done my best he would reward me، يبقى my father told me أخبرني if I had done my best، قال لي والله لو عملت اللي عليك أنا هكافئك. تمام، ف told me طبعا. the doctor told his nurse if the patient fell asleep she would tell dash، طبعا هنا ال patient المريض، أكيد أنت هتقول دكتور دي يقصد بها دكتور كراجل، لا هي دكتور دي يقصد بها وظيفة الدكتور سواء راجل أو ست. طب أنا يا مستر دلوقتي أعرف منين إذا كان يقصد راجل أو ست دلوقتي؟ ما أنا ممكن أقول تيل هيم أو تيل هي، صح؟ طب أعرف منين دلوقتي؟ هو بيقول لك ده دكتور تولد هيز نيرس هيز، يبقى أكيد ده راجل مش ست. فالناس اللي كانت مفكرة كلمة دكتور تطلق على الراجل بس غلط، ده كلمة تيتشر تطلق على الراجل وعلى الست، تاخد بالك؟ طيب تعال نشوف اللي بعدها. the teacher dash the pupils to do homework، اكيد المدرس فكر التلاميذ مش هددهم طبعا threaten the pupils، لا المدرس مش بيهدد يا جماعه، المدرس عايز مصلحتك، يبقى reminded. طيب احمد tells me that he dash to stop smoking، يبقى احمد tells مضارع، يبقى الجمله اللي جوه زي ما هي. طب الجمله اللي جوه زمن ايه؟ زمن مضارع عادي، بيقول والله انا نفسي ابطل تدخين. تمام، فبدل انا بقيت هي، بدل want بدل I want هتبقى he wants. the teacher said that the earth dash the sun، والله دي حقيقة علمية ان الارض بتلف حوالين الشمس، فمستحيل اخليها ماضي، اخليها مضارع طبعا orbits.
he dash that he would visit me يبقى he promised وعدني والله ان هو هيزورني. وطالما هنا would يبقى لازم انقي كلمة ماضي. طب ما كلهم ماضي يا مستر. يعني ايه wanted to know؟ يريد ان يعرف. يعني ايه يريد ان يعرف اذا كان هو هيزورني؟ اذا كان هو نفسه اللي هيزورني ازاي يريد ان يعرف اذا كان هو اللي هيزورني يعني؟ ده المفروض انا اللي اريد اعرف مش هو اللي يريد ان يعرف. تمام؟ يبقى promised طبعا. The teacher says that he says يعني اللي جوه الأقواس مش هيتغير، هيبقى نفس زمن الجملة العادي. طب والله هنا بيقول لك ready to help all the pupils، والله في كل وقت المدرس جاهز عشان يساعد التلاميذ. فبيقول he's ready، he's ready. I denied dash the car window. يبقى طبعا deny من ضمن الأفعال اللي بيجي وراها ing، فلازم أقول deny وراها ing breaking. طيب I said that the chicken sandwich dash quite healthy. طيب طالما said ماضي يبقى بدل is اتقلبت was. نفس الحكاية said that أكيد ماضي يبقى had seen. احنا اتفقنا احنا كده كنا واقفين على السلمة التانية نزلنا على السلمة التالتة. تمام؟ طيب وعرفت منين؟ أكيد عشان مفيش غير ماضي واحد بس في الجملة هو ده. يعني أكيد كانت مضارع تام أو ماضي بسيط. هما الاثنين بيتحول ماضي تام اللي هو هاد وتصريف ثالث. مضارع تام اللي هو هاز او هاف وتصريف ثالث. المضارع البسيط اللي هو الكلمه اللي اخرها اس او اي اس او اي اس او مصدر. طيب هي سيد جاست ناو يعني كده سيد ملهاش عزم يعني كان حاجه زمن الجمله الاصل بقى. نيو كار نيكست مانث از بلاند كما هو مخطط له. يبقى از جوينج تو باي ناوي يشتري ناوي از جوينج تو باي. Our parents asked not to eat food after its expiry date. ما ناكلش أكل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. يبقى أكيد warned us اللي هو حذرونا يعني. حذرونا. طيب the teacher dash asked that the lesson is. طالما is جوه ما اتغيرتش أكيد فعل القول اللي هنا ما اتغيرش. طب احنا اتفقنا هنا في مفعول به us. وفي هنا today's lesson ده فاعل جديد. طالما في اتنين واحد واتنين يبقى اكيد tells عايزه واحد مفعول لوحده كده اهو. tell او tells او told عايزه مفعول لوحده. today's lesson اللي هو الفاعل اللي كان جوه الاقواس يعني هنا كان في اقواس هنا في الحته دي وفي الحته دي كان في اقواس. طيب she dash that she was living with her family. يبقى she said that عادي فش حاجة ماضي. The mechanic told the driver أكيد told ماضي يبقى أكيد جوه الأقواس هيبقى ماضي. The previous week يعني كانت last week فأكيد دلوقتي من غير ما أفكر هدور على had وتصريف تالت past participle يبقى had repaired. أحمد promised that he dash late once more. أحمد وعدني طب ما وعدني ماضي يبقى wouldn't be طالما ماضي. مروان said that أكيد said ماضي يبقى دور على الماضي والحمد لله فيش غير ماضي واحد. أحمد داش never had never had never been to أسوان يبقى أكيد فعل القول كان ماضي. طب تعالى نشوف يا زهرة هنختار told ولا said. أحمد told علي لو أنت قلت told علي. طيب فين الفاعل الجديد اللي ما احنا فيه احنا اتفقنا لازم يكون اتنين واحد بتاع تولد ادي علي ده اللي هو المفروض بتاع تولد. فين الفاعل اللي هنا اللي كان جوه الاقواس؟ مفيش يبقى ما تستخدمش تولد يا معلم. تولد عايزه فاعل ليها لوحدها خاص بيها لوحدها. تمام؟ سد لا سد دي مش عايزه فاعل خالص. سد دي عايزه الاقواس تتشال وخلصنا على كده. يبقى اذا سد. He said I am sorry for not coming earlier. He dashed to me for not coming early. جملة متحولة من مباشر لغير مباشر. بيقول I am sorry أنا آسف يبقى هي apologized اعتذر الراجل. طيب صلاح said that his favorite subject dash history. والله بيقول said ماضي يبقى إذا هتبقى was. He tells مضارع يبقى زمن الجملة زي ما هو. أشوف بقى دلوقتي. He dash next Friday. Next Friday يعني مستقبل. تمام؟ ما اقولش ويل ماري لا دي حاجات لها تخطيط وترتيبات وتنظيمات يبقى از مارينج. امنيه داش ذات شي هاد هيديك عندها صداع. تمام يبقى
أمنية complained تشتكي إن عندها صداع. جانا said I shall help you. يبقى جانا said that she أيوة إيه شال بقى تتحول لإيه؟ المفروض لشد. طب ما فيش شد يا مستر أعمل إيه؟ عادي اختار البديل would help. would help يعني هي ناوية تساعدنا. I suggested that he dash wait for us till we return. والله suggested احنا عارفين ان عايزه وراها that وفاعل وشد لازم هي نظامها كده that وفاعل وشد. told جنى that she dash look for mechanic when her car broke. ماضي يا مستر. يبقى هنا لازم يكون ماضي بقى. يبقى هنا ماضي بقى had to. طالما اللي جوه الاقواس ماضي يبقى اكيد الجمله اتحولت يبقى ماضي برضو. he said ماضي يبقى اكيد جوه الاقواس اتحول ماضي برضو. تمام يبقى he wanted to do. he told us اهي us ودي هي واضحه قوي الجمله دي. told عايزه فاعل لوحدها ليها بتاعها هي لوحدها والجمله الجديده ليها فاعل منفصل لوحده فاس دي بتاع told ملناش دخل بيها. لكن هنا مثلا لو مفيش كلمه اس مثلا يعني ادينا خبيتها اهو كده وسيادتك تيجي تختار لي told طبعا الجملة ده غلط لأن told عايزة مفعول به لوحدها. تمام طيب told ماضي هتبقى would. تمام وهنا ده following day كمان عارف دي لو كانت مكتوبة next day قصدي tomorrow كانت هتبقى well. تمام لو كان سابها مغيرهاش كنت أنا برضو هسيبها مغيرهاش. مش عارف أميرة said that Daisy dash her English. طيب أكيد طبعا ماضي said ماضي يبقى taught الماضي بتاع teach طبعا. She told the police that her purse كيس النقود يعني had been robbed اتسرق the dash أكيد كيس النقود اتسرق the day before اليوم اللي قبله اللي هو yesterday يعني. Mary says that طالما says مضارع يبقى أكيد الفعل اللي جوه مضارع. طب every day حاجة بتحصل كل يوم يبقى ايه يا مستر مضارع بسيط في كلمه فيها اس اهي. تمام يعني ايه مضارع بسيط يعني حاجه من كتر ما هي بسيطه بتحصل كل يوم فلذلك بلاقي الفعل اللي اخره اس. تمام او الفعل اللي من غير اي حاجه. طب شي مفرد بتخاف تمشي لوحدها فبتاخد الفعل اللي اخره اس بسيطه كده. اباك انجري والله واحده اتصف ظهره داش او واحده her to withdraw from the race ان هي تنسحب من السباق يبقى الاصابه forced her اجبرتها ان هي تنسحب. to a dash going shopping at the new Fairfax center يبقى ايه الفعل اللي بيجي وراه ان جي اوعى تقول لي promise promise عايزه تو لا suggested يا مستر صح برافو برافو يا شباب. the famous actor he could do the same performance the next day. The next day يعني كانت tomorrow. تمام واتقلبت واتغيرت. تمام وكود كمان اتغيرت يبقى كده اختار فعل ماضي. تمام يبقى said قالت ان هو يستطيع ان يعمل نفس الاداء بكره. suggested وراها ing لسه مختارينها. promised وراها to المصدر لسه قايلينها. بوسي said that if she dash a car she would arrive يعني حالة ثانية. طيب خلاص يبقى she if she had. تمام ما تقوليش if she were a car لو هي كانت عربية ازاي افهم الكلام اللي انت بتختاره. اصل في ناس متسرعة تقول حالة تانية ايوه عارفها حالة تانية عارفها عارفها كويس هختار where. احنا كل مرة مع المستر او المس بنختار where. تمام لا يا بابا افهم الكلام بقول لو كان لديها سيارة كان زمانها سافرت في الميعاد. she explained that he dash Luxor as it is historic city. طيب والله هنا والله هنا متلاقي كذا كلمة يعني. أولا explained فعل ماضي. تمام يبقى اختار الماضي بتاع choose اسمه choose. لكن هنا عشان خاطر إن اللوكسور دي بلد تاريخي ودي مش هقدر أغيرها ولا أنت هتقدر تغيرها فإذا سيبنا إيه زي ما هي متغيرتش. لكن إحنا غيرنا إيه الفعل اللي هنا هو اختار وخلص اختار وخلص choose. he said his grandmother to hospital week before. يبقى he said that he had visited عشان the week before يعني last week. تمام يبقى had visited. the children told their friends that they dash never eaten pizza.
يبقى had never eaten. هو المفروض طبعا ال never دي متعودة تيجي مع has و have، فطبيعي has و have بتتقلب had. أحمد said that he would buy dash nice jacket. والله الراجل معجب بالجاكيت ده، فبيقول بدل this هتتقلب that nice jacket، جاكيت واحد، لكن لو those هتبقى jackets. الراجل معهوش فلوس يشتري جاكيتس يا جماعة. My father said he dash somebody in the garden in the morning. يبقى said that he had seen. Had seen. تمام. The social studies teacher told us that Asia dash the largest continent. طب ما معروفة قارة آسيا أكبر قارة يعني في العالم. يبقى إيه عادي ما غيرهاش، دي حقيقة علمية يعني. The criminal dash that he killed. والله طالما the criminal يبقى حاجة من اتنين، يا denied يا admitted. فوالله هو هنا أنا جاي admitted، اعترف الراجل إن قتل جار يعني عن قصد deliberately يعني عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعني، كان مترصد له الراجل. I dash that Ahmed go buy his car. يبقى I said that Ahmed go buy his car. إيه ده؟ يبقى المفروض يا جماعة مش ساد، لأن هنا إزاي أحمد مفرد، إحنا اتفقنا المفرد بيخاف يمشي لوحده، فالكلمة اللي وراها تاخد إس، المفروض أحمد جوز. طالما هنا حاجة خلت الفعل يبقى مصدر، مين هي اللي خلت الفعل يبقى مصدر؟ سجست، سجست أو سجستد مش هتفرق يعني، تمام، هي اللي خلت الفعل يبقى مصدر. خلي بالكم الحتة دي يا جماعة، إزاي مفرد ورا كلمة جمع يعني. سيادتك مثلا لما تكون عازم 40 واحد تشتري كنز واحدة، او العكس سيادتك لما تكون لوحدك تشتري لنفسك 40 كنز، مستحيل. فكذلك المفرد مع الجمع ما ينفعوش مع بعض خالص. طيب I knew that a new secondary school dash in our village recently. طالما new ماضي تمام يبقى had been built. And he told me that he dash his homework at that at the moment. At that moment في هذه اللحظة يعني، بدل at this moment أو at the moment at that moment يعني، وهنا طول الراجل يعني كاتبها لك أساسا، يبقى إيه ماضي، يبقى was doing. ماشي تعال نشوف اللي بعده، نخش على السؤال. He asked our teacher what we dash to help the country. مادام asked ماضي يبقى أكيد could be، هي الوحيدة اللي ماضي. طب بتقول لي ما had done ماضي يعني، اقول لك طب ماشي had done دي كانت المفروض has done او مثلا ايه قصدي have done او مثلا did يعني، سواء ماضي بسيط او مضارع تام. طب ايه مناسبتها يعني؟ هو بيقول لك المدرس بيقول لنا ماذا نستطيع ان نفعل لنساعد بلدنا، يعني نقدر ان شاء الله نعمل ايه، انت فاهم ازاي؟ بس طيب، فعشان كده بقول could do بدل can do، بيقول what can we do، فبقت what we could do. طيب the teacher asked why so many students were absent. ليه النهارده غايبين؟ النهارده بدل يقول today بقت that day. وانا قلت لكم يا جماعه احفظوهم، ما ينفعش تفضل تقلب وتعدل في الكتاب كتير عشان تشوف هي الكلمه دي اتحولت ايه وبقت ايه وحاجات زي كده. هنا في حاجه حلوه خالص، لما تلاقي كلمه or بنسبه 99% بتختار whether or not يعني، او or بتختار نسبة 99% تختار وزر يا جماعة، لأن وزر دي معناها إذا أو لو، وصاحبتها اسمها أور أساسا. Sam's mother asked him where he had been. تمام where he had been ماضي عادي مفيش حاجة. تمام asked whether ماضي there before. there before هنا يعني هل جيت قبل كده؟ طالما حد بيسأل تاني عن خبرة سابقة أو رحت المكان ده فلان قبل كده، يبقى أكيد سأله بصيغة المضارع التام، فالمضارع التام يتحول لماضي تام، يبقى I had، ما تقوليش had I، غلط، أنا عايز فاعل وفعل. هدى أسكت لمياء when she dash home the previous day. يبقى when she had got home the previous day يعني yesterday. أسكت just now، لا خلاص دي ملهاش عزة، طالما أسكت just now يبقى ملهاش عزة كلمة أسكت، يبقى the time is، the time is. وليد asked me watch the match. تمام يبقى وليد asked me if I could watch the match. عادي if، إذا أو لو. طيب my friend Manar asked me what dash at the weekend. ها إيه صيغة الجملة الصح؟ I had done، هي دي الوحيدة اللي صح،
كلهم بتتلام ديد اي يعني صيغه سؤال، وانا مش عايز صيغه سؤال عشان اصلا اتحولت هاد اي هاف اي، هي الوحيده اللي مكتوبه اي هاد وهي كمان ماضي. اي داش مي وات وات اي وود باي فور هير از ا بريزنت، يبقى اسكت مي سالتني. اي اسكت هي اسكت مي داش اور نوت، لسه قايل لك من شويه طالما في اور نوت يبقى وذر. طيب اسكت مي وير داز ذا بريفيوس ويك، يعني لاست ويك، يعني كانت الجمله الاصليه ماضي بسيط تمام فتحولت للماضي تام، يبقى اي هاد بن. اسكت وات ذا ويذر تمام ووز لايك، وات ذا ويذر ووز لايك. جميل يا مسهل يا شباب. The interviewer asked him when dash home that day. That day اللي هي المفروض today تمام. طيب هو بيقول لك سأله امتى he had، الوحيدة اللي مكتوبة ماضي he had got، he had got. She asked me dash I could tell her how old I was، يبقى سألتني how old I was. Whether I could tell her، إذا كان أقدر أقول لها أنا عمري قد إيه ولا لأ، يعني if يعني سألتني إذا كان ممكن أو مسموح إن أنا أقول عمري قد إيه. طيب they asked me if my parents dash I was with her، يبقى my parents knew I was with her تمام. ماضي كله ماضي، يبقى أتكلم صيغة الماضي طالما هنا asked ما قالش asked just now، يبقى خلاص يبقى ماضي وأنت مطمن. نفس الحكايه بس تراعي ان ذا بين وود، ما تقوليش وود ذا بين، لا الفاعل ثم الفعل. I asked me he asked me if I knew that his sister had been ill، knew ماضي برضه. He wanted to know، طالما يريد ان يعرف اذا ساره had been، ساره had been هي المفروض وير ساره had been، يعني ساره راحت فين، وير ساره had been. طيب محمود ماذا asked him where، أكيد he had كلهم he had و he was. طيب he had طبعا 3 hours before، هي المفروض قبل 3 ساعات اللي هو 3 hours ago، فكلمة ago اتقلبت before يبقى he had been اتقلبت ماضي. طارق mother asked him what time he dash home for school، طالما asked ماضي يبقى ادور على الماضي would. students ask المرة دي مضارع يا معلم، the teacher what they، مضارع مضارع يبقى كان مفيهاش حاجة، مضارع هي الوحيدة أصلا المضارع فيهم أساسا. شوف دي ماضي ازاي ودي ماضي ودي ماضي. طيب many of you asked me how long people dash on computer each day، طيب طالما asked ماضي يبقى spent. another student dash why he is، خلي بالك هنا مكتوب is مضارع يبقى wants to know. some of you بعض منكم نقط me what you could، هنا في ماضي could يبقى اكيد فعل القول كان ماضي. طب ازاي دلوقتي هنا اختار asked ولا told؟ والله انا عندي كلمة اسمها what ماذا، يبقى asked مفيش حاجة اسمها told وراها what يعني. طيب I asked Ali when his birthday was، امتى كان عيد ميلاده. I asked me برضه نفس الحكايه ماضي وفاعل وفعل، يعني شيء فاعل وود فعل، ما تختارليش الاخيره غلط. طيب I asked him what he had been doing the day before، بدل have been doing او اسف بدل was doing هتبقى had been doing. نبيل asked ياسر what، اكيد فاعل وفعل he was، he was. رامي wanted to know where منى had been، had been. زينب's parents wanted to know what their daughter at school that day، يبقى wanted ماضي يبقى had done، had done. ندى asked what are you doing، ندى asked what I was doing، ما هي تقول انت بتعمل ايه، فبقول انا ماذا انا افعل what I was doing. فؤاد inquired has Aya eaten dinner، فؤاد inquired if Aya، ها بدل has مضارع تام هتبقى ماضي تام had eaten، had eaten. سامي asked what what do you mean Sarah، سامي asked Sarah what she، هنا دو مضارع يبقى what she meant ماضي بسيط، ماضي بسيط.
He wanted to know whether anyone dash the book as he was reading. يبقى if anyone saw the book he was reading. So ماضي. The teacher said where dash. الجملة دي بقى ضحك عليك، شغال يديلك من الصبح في الجمل الغير مباشر ودلوقتي جاب لك جمل مباشر. دي جملة بجد يعني زي أيام إعدادي كده. يبقى where is your book؟ لما كنت بتعمل سؤال محادثة. سامي asked بقى where، لا دي جملة عادية بقى يعني غير مباشر، يعني she had found that stone، لقيت فين الحجر ده. طيب they wanted to know، wanted ماضي، ماضي يبقى if I played، ايوه ماضي برضه. he asked me where I had been، I had been ماضي. he asked him how many pounds dash the day before، يبقى how many pounds he had earned it. he had earned it ماشي. he asked me if I knew that she had been، عادي ماضي واخترت ماضي. asked ماضي اخترت ماضي. parents asked، كلمة asked في حد ذاتها مخلتني اختار if، if اذا او لو، ممكن تختار whether يعني، بس whether دي معناها طقس على فكرة مش تبع اللي احنا بنقوله. he asked me ask it يبقى وذر، هي وذر اللي نفسك فيها، هي الراجل محبش يزعلك. I asked me، he asked me why، عايز جملة مرتبة. I wanted، هي الوحيدة المكتوبة I في الأول، wanted بعدها. she asked me which university I had been، I had been نفس الحكاية، هي الوحيدة المرتبة I had been. I asked the technician اللي هو الراجل الفني اللي بيصلح الحاجات زي بتاعة التليفونات والحاجات دي dash he had fixed my computer، إذا كان صلح الكمبيوتر ولا لسه يبقى if. he asked my advice، she asked my advice طلبت نصيحتي ودي ماضي تمام. on what subject she should study at university. طيب ماشي نشوف الجملة اللي بعدها. هنا بيقول لك on what subject، يعني على أي مادة المفروض أذاكر في الجامعة. on what subject، سألني عن المادة أو نصيحتي بخصوص المادة تمام. on what subject she should study، تدرس إيه في الجامعة. my brother asked me، طلب مني if I had، if I had heard. طيب she asked what I was doing at the moment، بدل I am doing أو are you are doing هتبقى I was doing. she asked him what he had been doing، بدل has been doing هتبقى had been doing. يبقى هنا يا جماعة احنا قلنا خلاص ان هي had been doing طبعا بدل has been doing، had been doing. ask it ماضي، ادور على الماضي. had been، I had been، I الاول. طيب let me know، دي جملة عادية بقى خلاص، يعني واحد بيحكي مع واحد بس هو الفكرة مضارع، يعني let me know يعني خلينا نعرف where we are going to meet، امتى هنتقابل، يبقى اين هنتقابل، يبقى عادي جملة عادية جدا. يبقى سمير داش يبقى why I had it chosen، had it chosen ماضي، يبقى asked ماضي برضه، طالما اللي هنا ماضي يبقى اللي بره الفعل القول ماضي تمام. وكمان كلمة this t-shirt اتقلبت that t-shirt، فكل ده دليل ان بره كان فعل ماضي. my father asked، وفي اقواس، دي جملة عادية بقى، اكون سؤال زي بتاع ايام اعدادي كده، يبقى do you need، do you need. طيب could you tell me why you went to hospital hospital yesterday، يبقى why you went عادي جملة عادية خالص تمام. yesterday بتدل على الماضي تمام. يبقى اذا يا جماعه هتقول لي طب ما قلتش ليه did you go مثلا، في حاجه هنا بقى خلي بالك في رقم 56 ده عشان مهمه جدا، مفيش حاجه اسمها سؤال جوه سؤال. يعني ايه مفيش حاجه اسمها سؤال جوه سؤال؟ يعني هنا مثلا بيقول لك could you tell me، ده سؤال ولا مش سؤال؟ سؤال، يبقى ما تجيش تحط لي جوه سؤال تاني، ما تقوليش why did you go تاني. كلمه could you tell me ده سؤال، وعلامه الاستفهام دي بتاعت السؤال الاولاني اللي هو ده، يبقى اللي جوه الجملة هيبقى كلام عادي ما يبقاش سؤال، ما يبقاش سؤال، يبقى why you went. طيب رامي wondered when general manager، يبقى would travel to attend the next conference، ماضي عادي wondered يتساءل.
هل you wanted to know whether I was, whether أو if I was ready. تمام. طيب يبقى ماشي or not اهي صاحبتها اللي احنا حكينا عليها. My father asked me what I dash at the moment he arrived. يبقى what I was doing كنت بعمل ايه في اللحظة اللي هو ايه وصل فيها. Adel wonders فيها اس يعني فعل القول مضارع يبقى اللي جوه ما يتغيرش. طيب مين اللي جوه ما يتغيرش؟ مفيش حاجة اسمها I am being أصلا، يعني دي بتيجي في المبني المجهول أساسا. يبقى I will be. Will be. We ask it يعني فعل ماضي. يبقى our exam papers had been checked. إذا كان والله الورق اتصحح ولا لسه. Had been checked. She asked me if I had found my lost mobile. If I had found. Had found. فعل ماضي. فعل ماضي. My father asked why أكيد why we were making. ليه أكيد عشان asked دي ماضي. طيب my friend inquired dash or not I accept that offer. يبقى whether or not. Whether or not يعني صاحبتها زي ما اتفقنا. طيب asked me whether we dash ready for the school trip. المفروض هي تبقى الجملة دي والله فيها we were مش where we، هي المفروض يعني تبقى we were بس مفيش we were، لكن هي المفروض تبقى we were طالما الفعل القول ماضي يبقى خلاص. طيب عادي هنسيبها we are يعني بس المفروض we were يعني. طيب ask the school the tourist where she he comes from. والله هنا بيقول لك يعني السائح ده جاي منين يعني، سألته where he comes from. طيب هتقول لي هنا comes المفروض تبقى came، والله هي المفروض يعني تبقى came طبقا للقاعدة يعني. the officer dash the soldiers to fire the terrorists. الضابط ordered أكيد الضابط بيأمر الجنود إنهم يطلقوا النار على الإرهابيين. My teacher recommended recommended دي زي suggested بالظبط بيجي وراها ان جي. recommended زي suggested بيجي وراها ان جي يبقى ايه revising. I suggested that Ali dash يبقى Ali go. Ali go عادي مفيش حاجة عشان Ali اتفقنا اللي هيخلي علي مفرد يجي مع فعل في المصدر كلمة suggested اللي قلناها من شوية. طيب my father said make any noise. أكيد طبعا طالما الأقواس موجودة يبقى don't. Don't make any noise ما تعملش دوشة. My father asked me dash my room. يبقى to tidy. To tidy my room. طلب مني أن أرتب الأوضة. طلبت مني أن أرتب الأوضة. Don't bark here. يبقى the police said we said ماضي. طبعا هتقول لي we didn't have to مثلا. هقول لك ماشي هنا مفيش didn't have to فهنضطر نختار ايه mustn't. mustn't. My friend wanted me dash for the same job it is not rewarding. يبقى not to apply for the same job. والله ما تقدمش الوظيفة دي مرتين علشان هي ليست مجزية. is not rewarding. The manager advised me as soon as possible. يبقى advised me يبقى to retrain. retrain as soon as possible ان انا اتدرب يعني او اعيد التدريب بسرعة. تمام. يبقى advised me advised من ضمن الافعال اللي وراها to المصدر نصحني ان اعيد التدريب. the policeman dash the people not to drive so fast. يبقى اكيد the policeman instructed people طلب من الناس يعني او وجه الناس اداهم تعليمات هي instructed دي. Ali said if I were you I'd read the book. يبقى Ali بيقول لو أنا مكانك كنت قريت الكتاب ده. يبقى Ali advised me to read that book. advised me. طيب التست يا جماعة السريع كده. There have been questions about his qualifications المؤهلات اللي هو حاصل عليها يعني. Keeping the whole thing a secret obviously. obviously يعني من الواضح أن very stressful for her ان هي تعرف كل حاجة وتكتم كل حاجة كسكرتيرة يعني تبقى حاجة ضغط عليها.
agricultural and environmental dash have both been influential in water policy. agricultural and environmental interests الاهتمامات الخاصة بالبيئة والزراعة مهمة أو ذات تأثير على سياسة الماء، تمام، لأن المية بنستخدمها في الري وفي الحاجات اللي زي كده. طيب كون هاز أداش in political science from University of Chicago. يبقى الراجل ده حصل على ديجري، درجة علمية، من جامعة شيكاغو. You could use the money for dash your home. يبقى for improving. والله انت راجل عايز تحسن البيت بتاعك. Eating sensibly and taking regular exercise. والله لما تاكل كده بهواده يعني، او ما تاكلش كده عمال على بطال، وفي نفس الوقت تمارس تمارين، is fairly reliable method، طريقة حلوة لخسارة الوزن عشان وزنك ينزل. Although his speech is a little delayed. والله الكلام بتاعه اتأخر شوية، او الحوار ده اتأخر شوية. He's a skilled communicator. والله هو الراجل متفاعل، communicator يعني متفاعل مع الكبار والصغار. He dash himself as an artist. والله هو الراجل بيصور نفسه كأنه فنان، وبيحب ايه، السباحة والخيال، يسبح في الخيال يعني. Brother said, why dash travel by train? Surely I'll act upon his suggestion. بيقول لي why don't you؟ لما لا؟ لما لا تسافر بالقطار؟ وأنا هفكر في الموضوع ده. My father always encourage me. encourage ده عاملة زي promise me، هي بيجي وراها to المصدر. لكن admitted عاملة زي denied، بيجي وراها ing. admitted عاملة زي denied. عمرك شفت suggest وراها not و ing؟ not، الجملة دي أول مرة تشوفها، حاجة زي كده not وراها ing، مفيهاش حاجة. طيب she told me that I dash due care، يجب أن أعطي اهتمام بالغ لشغلي يعني. I actually appreciate her advice، وأنا بقدر نصيحتها جدا. يبقى should have given، told ماضي، أكيد محتاج إن أنا إيه أختار فعل في should ويكون ماضي برضه، تمام. فالجملة الأصلية كانت أصلا مكتوبة should give، راحت اتقلبت ل should have given عشان تبقى ماضي، تمام. I said that my friend dash a terrible accident، بعد الشر عمل حادثة، while he was driving to Alex. يبقى had a terrible accident، تمام. أصل هنا بيقول لك while he was driving، تمام، يعني بدل كانت is driving بقت was driving. فهنا مثلا بدل ما هي مضارع تام يبقى ماضي، ماضي بسيط، بدل من مضارع هتبقى ماضي، تمام. طيب جانا داش that she had taken my wallet، أنكرت إن هي خدت المحفظة بتاعتي، يبقى denied that، وساعات denied وراها إن شي على طول. he said that he dash study hard، يبقى he said that he had to study hard. كده يكون خلصنا التست. وهذه القطعة بتحكي عن النساء المشهورات، حتشبسوت وواحدة كده من الصين اسمها غريب شوية، وكمان أهو وو زيتان دي، وكمان الملكة فيكتوريا. ودي الإجابات اللي هي بتاعة القطعة بي. خلي بالك أنا بيقول لك نوت، في حاجة مش موجودة في القطعة عملية حتشبسوت، مش موجودة، خلي بالك. وبي 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 والأخيرة. لغاية كده نكون خلصنا يا شباب، وإن شاء الله كده ربنا يسهل. وسنة تانية بقول لهم إن شاء الله هعمل لهم الفيديو بتاعهم النهاردة بإذن الله، ربنا يمنع الموانع. مع السلامة، وربنا يوفقكم، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة.